السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتو أول مرة تشاهدوا القناة ديالنا، ما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا بأول خبر، موعد الدربي المغربي وقمة الفتح والرجاء. غادي يفتتح الرجاء الرياضي الموسم ديالو الجديد مباراة قمة أمام الفتح الرباطي للمنافسة على الحفاظ على لقب الدوري الاحترافي واللي توج به في الموسم الرياضي الماضي، وغادي يخوض الرجاء الرياضي مباراة قمة أيضا في الدوري فاش غادي يحل ضيف على فريق نهضة بركان في الدور 4 من الدوري الاحترافي، وغادي يكون الرجاء في مباراة قمة أيضا في الدور 6 فاش غادي يواجه فريق الجيش الملكي، في حين غادي يواجه الدفاع الحسني الجديدي في الدور 8 من الدوري الاحترافي، بينما حددت القرعة إجراء مباراة الديربي في الدورة 10، في حين غادي تلعب مباراة الإياب في الدورة 25، وغادي يكون الرجاء الرياضي هو المستقبل في مباراة الذهاب، بينما غادي يلعب الوداد كمستقبل في الدورة 25 من عمر البطولة. والآن غادي نمروا للخبر التالي، رجاوي ثاني أحسن صانع ألعاب بالدوري الاحترافي. المحسن متولي لاعب فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني في ترتيب احسن صانعي الاهداف في الدوري الاحترافي مناصفة مع عبد الله ديارة، في الوقت اللي احتل فيه عبد الصمد المباركي لاعب فريق نهضة الزمامرة المركز الاول، ونجح المباركي في تمرير 12 كرة حاسمة، في الوقت اللي نجح فيه محسن متولي في تمرير 8 ديال الكرات حاسمة، ومن بينهم تمريرات الهدف الثاني واللي سجلها عبد الاله الحفيظي في مرمى الجيش الملكي وحسم بها النسور لقب الدوري الاحترافي، وكان متولي اهم ركائز الفريق الاخضر في الموسم الحالي، وساهم في تتويج الخضر بلقب الدوري الاحترافي في الوقت اللي واصل فيه المباركي التالق ديالو رغم تقدمه في السن، لكن كان افضل لاعب في نهضة الزمامرة. والان غادي نمروا للخبر التالي، عاجل سبب الغاء الرجاء للمعسكر التدريبي. تراجع الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي للدخول في تجمع تدريبي مغلق بمدينة طنجة بسبب كثرة الغيابات واللي شهدها الفريق الاخضر، ووضحت مصادر رجاوية مسؤولة ان الطاقم التقني قرر تأجيل تجمع التدريبي لحل التحاق باقي اللاعبين، وكيغيب انس الزنيتي والرحيمي والحفيظي والمكعازي بسبب التزامهم بتجمع التدريبي للمنتخب المحلي، فيما مازال ما التحقش فابريس نكا وساند الورفلي اللي غيلتحقوا بالفريق الخميس المقبل. المقابل رجع بين مالانغو وفابريس نكا للمغرب امس الاحد، وكيتوقع باش يستافدوا من بعض ايام راحه قبل استئناف التدارب ديالهم على اعتبار انهم شاركوا رفقه المنتخب ديالهم. والان غادي نمروا للخبر التالي، رسميا الرجاء كيحدد موعد القمه امام الاسماعيلي المصري. حدد الرجاء الرياضي 30 من دجنبر المقبل موعد المواجهات فريق الاسماعيلي المصري برسم اياب نصف نهائي البطوله العربيه للانديه، وكان الرجاء غادي يواجه الاسماعيلي المصري في مارس الماضي لحسم التاهل نصف نهائي المنافسه العربيه، لكن قبل موعد المواجهه اتخذت السلطات المغربيه قرار تغليق جميع الانشطه الرياضيه، الامر اللي اجل المباراه ودفع بالفريق للعوده لمصر، وكان الرجاء انهزم في مباراه الذهاب بهدف لصفر، وعليه تدارك الموقف في الاياب لضمان التاهل للمباراه النهائيه، وخبروا الرجاء الاتحاد العربي والفريق المصري بالتاريخ الجديد للمباراه في انتظار الموافقه ديالهم باش يصبح موعد رسمي للمواجهه بين الفريقين. عاجل جواز زياد الاستقاله ديالي لا رجعه فيها. رفض جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي طلب منخرط النادي بالتراجع على الاستقالة ديالو، وأكد لهم في لقاء عقده معه بالوازيز أن الاستقالة ديالو لا رجعة فيها، ورغم محاولة تراجع الرئيس الرجاوي على القرار ديالو إلا أنه كيتشبت بالموقف ديالو، وأكد أن الاستقالة ديالو رجع لعدة أسباب منها صحية وعائلية وظروف أخرى، وكان جواد الزيات وفاجأ المكتب المسير والجماهير الرجاوية بالاستقالة ديالو في ظرفية حساسة، الأمر اللي دفع الرجاويين للمطالبة بالبقاء على اعتبار أن الوقت غير مناسب، في الوقت اللي اعتبروها البعض أن الاستقالة ديالو هرب من المسؤولية.
وانتوما خوتي خواتاتي الرجاويين عطيونا الراي ديالكم في استقاله جواد الزيات، واش هي في صالح الرجاء او العكس؟ والان غادي نمروا للخبر التالي، قرار جديد من الجامعه بخصوص مباريات الدوري. قررت الجامعة الملكية المغربية والعصبة الاحترافية بإجراء دورتين كل أسبوع لإجراء عدد أكبر من المباريات قبل موعد البطولة الإفريقية للاعبي المحليين. واختارت الجامعة باش تنطلق كل دورة بداية من الثلاثاء من كل أسبوع بإجراء مباراتين، باش تجرى ثلاثة المباريات يوم الأربعاء ومثلها يوم الخميس، وغادي تنطلق الدورة الموالية يوم الجمعة بإجراء مباراتين، فيما غادي تجرى ثلاثة المباريات يوم السبت وثلاثة المباريات أخرى يوم الأحد. وغادي يشد الدوري الاحترافي توقف لمدة 40 يوم لفسح المجال للمنتخب الوطني المحلي للمشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين. والآن غادي نمروا للخبر التالي، عرض جديد من الرجاء لضم صوفيا البوفتيني. يواصل فريق الرجاء الرياضي المساعي ديالو الجادة لضم اللاعب صوفيا البوفتيني مدافع فريق حسنية أكادير فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأخضر عرضت على النظيرة ديالها في الفريق السوسي صفقة تبادلية لضم اللاعب المذكور فترة الميركاتو الحالي. وتابعت نفس التقارير أن الأمر كيتعلق بكل من أيوب نانح وأناس جبرون واللي أصبحوا خارج حسابات جمال السلامي. وللإشارة فإن فريق حسنية أكادير سبق ورفض عرض سعودي لضم اللاعب صوفيا البوفتيني. والان غادي نمروا للخبر التالي، رسميا ايقاف رئيس الاتحاد الافريقي احمد. على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا صباح اليوم عن قرار ايقاف رئيس الاتحاد الافريقي احمد لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية قضايا الفساد المالية والرشوة وقبول الهدايا اضافة لاختلاس الاموال. وغادي يتمنع الملغاشي احمد من ممارسة اي نشاط كروي خلال المدة اللي تم تحديدها مع ضرورة اداء قيمة 220 مليون دولار امريكي. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين، انتهينا بخرج اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش الاعجاب به والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.